بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا طلاب طالبات السادس الإعدادي. شبابنا طبعا اليوم المحاضرة مالتنا خاصة بالسؤال المباشر والغير المباشر. طبعا هذا الموضوع جدا سهل، عندكم باليونت الثالث الدرس الرابع، أو احنا هنا راح نخليه كدرس ثالث في سبيل يكون أسهل لكم. شباب يعتمد على هذا الموضوع فقط على هذا القانونين، إذا حافظ هذا القانون يا شباب بعد ما بها أي مجال أي سؤال بهذا الموضوع راح تجاوبه. فقط القانون الأول إذا عدنا أداة سؤال، القانون الثاني راح أفهمك عليها. طبعا هي ملاحظتين لما تطبق عليها الأسئلة الوزارية راح تلاحظ أنه هذا الموضوع شباب بسيط إلى درجة، بس أخذ له هذا القانونين. طيب هذا القانون شباب شو كنت نستخدمه، والقانون الثاني شو كنت نستخدمه؟ القانون الأول إذا جملة تبدأ بأداة سؤال، هسه راح أقول لك شنو معنى أداة سؤال. شباب الأداة السؤال يعني يقصد بيها الكلمة بيها WH، مثلا وين، شوف WH بدايتها where، هاي يسمونها أدوات السؤال. What WH بدت، Why WH بدت، شوف How هنا عندك بس هاو نقطة نظام، فقط الهاو كيف معناها تعتبر ضمن أدوات السؤال ولكن ما تبدأ بWH. إذن هاي أول خطوة شباب، حاول تكتب لي إياها بورقة، لأنه الأسئلة اللي راح تجي هسه كلها تعتمد على من؟ على هذا القانون وعلى هذا القانون. طبعا بالأسئلة الوزارية لا، راح لما تشوفها شباب أنه تتفاجأ أنه سؤال أو موضوع بسيط جدا يحتاج لفقط أنه تعرف أدوات السؤال وتعرف الأفعال المساعدة. هذا هو بصورة عامة. طبعا السؤال المباشر وغير مباشر يعني يقصد به شنو، هو حتى بالكتاب عندكم تقريبا 4 تمارين عليه، بس المشكلة شباب انه يجينا بالامتحان 100%، ولما يجي بالامكان انه تاخذ درجتين، هذا الدرجتين العالي بالامكان انه تاخذهم بدون قيد او شرط، يعني مجرد انه شوية تتدرب على شون تحفظ هذا القانونين بس. طيب شنو الآلية مال السؤال، او خلينا نشوف شنو الادوات السؤال، قلنا هذن الافعال المساعدة اللي هي الواز والوير، was will were has will have، وعدنا ال is وال are وال am، وعدنا ال did does do وال can. هذن يسمونهن أفعال مساعدة، يعني لما تجينا وحدة من هذه الأفعال المساعدة لازم إحنا نستخدم هذا القانون اللي هو فاعل asked me if، فاعل فعل مساعد بالماضي. لما نستخدم أو لما تجينا أداة سؤال اللي يقصد بها كلمة بدايتها واحدة من هذا الكلمات أو بدايتها WH، لازم نستخدم فاعل asked me، أداة السؤال، الفاعل، فعل الماضي. طيب أكو بعض الملاحظات لازم نأخذها بنظر الاعتبار اللي هن شباب شنو، يقول نحول، طبعا هذا الفاعل يحول إلى يا أما I أو شي أو هي. هاي وحدة من الأمور المهمة جداً، أنه اليو لازم تحولها لوحدة من هذني، هاي لازم تكتب لي إياها كملاحظة. ليش؟ لأنه راح هنا شباب أكو بعض الأمثلة وبعض الأسئلة لما تلقى لي اليو راح أقول لك شو كنت تحولها للهي والشي والعفو للهي والشي والآي، أكو هم بها ملاحظات بداخل هاي الملاحظة، ملاحظة جداً جداً سهلة. عندك أكو بعض الملاحظات، مثلاً الأفعال المساعدة لازم نسويها للماضي، مثلاً الآر صير واز، مثلاً الإز صير واز، أيضاً الكان صير كود بالماضي، الول صير ود، الهاب صير هاد، الهاز أيضاً صير هاد. أكو أفعال رئيسية شباب طبعاً تحذف، الدو والدس تحذف. هسه شنو الآلية مال الامتحان شباب، هاي شون أنطيك إياها، خلي أوضح لك إياها بشكل أكثر اختصارا. حاول أكتب لك إياها هنا، أو شلون آلية الأسئلة مال الامتحان تجينا بهالشكل هذا. شباب هاي صيغة الامتحان، بس ركز لهنا، he asked مي على سبيل المثال فارزة
او مرات يخليك اياها بين قوسين. What are you doing؟ علامة استفهام. يقول لك بالنهاية أريدك تسوي ليها report or reported question. شو راح يكون جوابنا؟ مثل هيك السؤال شباب، هذا السؤال بالامتحان، هاي الصيغة مالته بالضبط. مرات ينطيك هنا، مثلا فارزة أو فراغ في سبيل تعرف أنه بدأت بأداة سؤال. أول خطوة تجي تقول نستخدم القانون الأول لو الثاني، هذه أول خطوة، لو هذا القانون لو هذا. طيب نفس ما قلت لكم، القانون الأول إذا أداة سؤال، يعني شنو أداة سؤال؟ يعني الكلمة مبتدئة، يعني الكلمة بادية هنا بمن؟ بدبليو اتش. القانون الثاني مع الأفعال المساعدة، الأفعال المساعدة اللي وضحتها فوق. هسه تجي لي لهذا السؤال، هذا السؤال شباب هنا ايش منطيك؟ منطيك الاسكيد، منطيك هنا الوات. بيش بدت؟ بدبليو اتش. ما دام بدت لنا بدبليو اتش، اذا بهاي الحالة شباب راح تكون الإجابة مالتنا كالآتي. نروح علما للقانون الخاص بالأداة السؤال. قانون الخاص بأداة السؤال كون أنت حافظة، اللي هو شي يقول هذا، تخليه هنا أنا تكتب أول مرة هيك بشكل مختصر، فاعل asked me زائدا أداة سؤال زائدا فاعل زائدا فعل الماضي. تمام، هذا انت حافظه. هسه تقول له هذا استاذ منين جبته؟ عن نفسيته، هذا نقلته، هذا شوف ليش استخدمت هذا، لان عندنا جمله بالسؤال، هذا السؤال بالامتحان بدت دبليو اتش يعني اداه سؤال. هسه تجي تطبق هذا القانون، طبق لي على اليمن، طبق لي على هذا السؤال. أول ما تجي تريد تنزل، تنزل الجملة من الأسكد مي اللي هي هذه، نقول هي أسكد، طبعا خليه أميز لكم إياها، هي أسكد مي. تمام، هسا احنا هذه نزلناها، تجي للنوبة شنو هو؟ هنا عندنا أداة السؤال، وين هي أداة السؤال؟ هذه أداة السؤال، هي asked me أداة السؤال تنزل اللي هي الوات. تمام، وراها الفاعل. شباب هاي ملاحظة مهمة، أغلب الأوقات أنا ايش قلت لكم هنا؟ قلت لك الفاعل يا أخوان، هاي الملاحظة، الفاعل يو يحول إلى I أو شي أو هي. هنا وحدة من هذن نحولها، بما أنه ما عدنا، بما أنه ما عدنا كلمة هير وكلمة هيز، إذن لا نحوله للشي ولا للهي، نحوله للآي. اليو أغلب الأوقات يحول إلى آي، إذن I بدال اليو فاعل نزلنا I. ليش I؟ لأن ما عندنا شباب، راح أكتبها لكم، ما عندنا لا هير ولا هيز، لأن إذا عندنا هير لازم تحول إلى شي، وإذا عندنا الهيز لازم تحول إلى هي. بس إحنا بما أنه لا عندنا هير بالجملة ولا عندنا هيز بالجملة، إذن يحول إلى I. هاي ملاحظة مهمة جدا، طبعا أنا راح أمسحها في سبيل ما تخربطون بها. إذن هسه هذه واضحة، ما بها فد مشكلة، حولناها إلمن إلى آي. زين، نجي إلمن نوبة،
للفعل الماضي. الفعل الماضي هنا شنو شباب؟ الفعل الماضي أداة السؤال نزلناها، الفاعل نزلناه، الفعل الماضي لمن؟ للآر. آر شنو الفعل الماضي مالتها؟ أنا قلت لك إذا تلقالي آر لمن تحول؟ إلى واز. إذن I was، ليش هنا اختارينا was؟ هي غير الآر المفروض تحول إلى وير، بما أنه هنا I لازم تختار لها was. Was doing تكملة that. هسه هذه ما بيها فد مشكلة. زين مثال آخر، خلينا نشوف سؤال آخر بالامتحان شلون يجينا. مثلا يقول I asked، I asked where has she been. فارزة where has she been. على سبيل المثال هذا السؤال شباب، وبالأخير ينطيك يقولك سوي ليها reported question والتكملة. هو هذا الموضوع عندك الآن مباشر. أول ما تجي تريد تحل تباوع على أداة السؤال، لو فعل مساعد منطينا أداة سؤال، أداة سؤال. حلو، ما دام أداة سؤال أنا قلت لك إذا أداة سؤال تستخدم هذا القانون، إذا فعل مساعد تستخدم هذا القانون. إذن نستخدم القانون الأول. القانون الأول، قانون الأول تجي تكتبه هنا خاطر ما تتخربط به، تجي تكتبه هنا بخط ناعم صغير، تقول القانون مان شي يقول، يقول فاعل، ورا الفاعل تجينا asked me، ورا ال asked me زائدا أداة سؤال، ورا أداة السؤال فاعل، ورا الفاعل فعل ماضي. هذا قانون ثابت. ليش استخدمنا هذا القانون؟ لأن عندنا هنا أداة سؤال، طبعا هذا تمسحه بعدين بالجواب، بس مجرد أنت تكتبه خاطر تعرف شلون تجاوب. هسه هنا شلون راح يكون الجواب؟ الجواب يكون بهالشكل هذا. أول ما تجي تنزل الجملة الخاصة بالأسكد اللي هي I asked نزلتها. زين وراها ايش راح تنزل؟ أداة السؤال اللي هي شنو؟ الوير. شباب يجي واحد يقول استاذ ليش ما نزلنا I asked me؟ ما يصير هنا، ليش؟ لأنه استخدمنا I، الفاعل اللي جانا I ما نستخدم me. I asked أنا سألته، المي هنا تحذف، ليش؟ لأنه استخدمنا I. زين I asked where، الوير منين جبناها؟ لأنه أداة سؤال هنا عندنا منطينا. نجي الفاعل، الفاعل إيش منطينا يا هو هنا؟ منطينا الفاعل شباب هنا منطينا الشي، تجيب الفاعل الشي وتنزل، ما منطينا يوم، منطينا شي، جبنا الفاعل ونزلنا الشي. زين ورا الفاعل الفعل الماضي، الفعل الماضي شباب هنا المن؟ للهاز. الهاز الكل يعرف، أنا قلت لك إذا تلقى لي هاز، هاي إذا تلقى الهاز أو الهاف تتحول إلى هاد. إذن الهاز المن تحول؟ تحول الفعل الماضي مالها هاد، وتنزل التكملة اللي هي البين. تهت الصير I asked where she had been. هذا هم مثال آخر. خلينا نأخذ بعد مثال، هذا يصير أسهل. مثال آخر، مثلا عندنا she asked فارزة
what will they say. وعلامة استفهام يقول لك بين قوسين هنا بالأخير reported question. تمام، هذا العنوان مالنا. شلون نحلها؟ أول ما تجي قلت لك أول خطوة تسويها تشوف لي شنو أداة السؤال. أول خطوة هنا منطيك أداة السؤال what، يعني أقصد أول خطوة تشوفها فعل مساعد له أداة سؤال منطيك. هنا منطيك أداة سؤال، منين عرفتها؟ من الـ WH. كلمة WH بدايتها معناها أداة سؤال. شلون راح يكون الجواب؟ نفس القانون اللي قلت لك بي اللي هو هذا. تجي تنزل هذه اللي هي she asked. زين، نزلت الشي asked وراها أداة السؤال. أداة السؤال هنا شنو؟ اللي هي الوات. تنزل الوات. تمام، الفاعل وينه؟ لأن يعني عندنا احنا وراء أداة السؤال لازم تنزل الفاعل وراء الفعل الماضي. هنا وين أداة الفاعل؟ الفاعل الذي، ينزل الذي. الفعل الماضي المن هنا؟ للول. الول الفعل الماضي مالها شو يصير؟ ماضيها ود. يجي واحد يقول استاذ منين جبتها؟ هاي انا معطيك اياها هنا. قلت لك الول الى كود او ود. زين، هاي انتهينا والسي تنزل. هذا مثال اخر. زين، مثال اخر. Do you know علامة استفهام I asked him. سوي إياها reported question. راح أكتبها reported question يعني RQ. أول ما تجي تشوف منطينا أداة سؤال، يعني منطيك كلمة بدايتها WH، ما منطي. إذن معناها منطينا الدو. الدو استاذ شنو معناها هذه؟ هذا الدو. الدو معناها فعل مساعد، معناها يا قانون أستخدم، أجي أستخدم هذا القانون اللي هو شي يقول فاعل asked me if زائدا الفاعل زائدا الفعل المساعد بالماضي. خلي نشوف نطبق هنا. نكتب هنا بخط ناعم في سبيل انه نميزه قانون اللي راح نستخدمه. فاعل زائدا asked me if زائدا فاعل زائدا فعل مساعد بالماضي. هذا القانون اللي راح استخدمه. ليش هذا استخدمه؟ انا قلت لك بس قانون استخدمه لانه عندنا الدو. الجواب شلون راح يكون؟ اول ما تجي تنزل تقول ننزل الجمله الخاصه. اول ملاحظه هاي الجمله الخاصه بالاسكت. اول ملاحظه يا هي اللي هي I asked him. هذا تنزل طبيعية الجملة مو الاسكت، تنزل بالحل. أول جملة تنزل مو الاسكت كما هي. تجي وراها ايش راح تنزل؟ تنزل اف. ليش؟ لأن قايل لك إذا الجملة تبدأ بفعل مساعد لازم تنزل الفاعل asked me اف. هنا ليش ما استخدمنا مي؟ لأنه شباب هنا منطينا الجملة جاهزة. I asked him، تنزل I asked him if والتكملة. زين، تجي الفاعل، وين الفاعل هنا بهاي الجملة؟ الفاعل لقينا you. أنا قلت لك إذا تلقى you، اليو لمن تحول؟ هاي منطيك إياها ملاحظة هنا، 100% لازم تحول. you يحول إلى I أو she أو he. نحولها إلى الـ I أغلب الأحيان، أما إذا لقينا، قلت لك أنا هنا، إذا تلقى، راح أكتب لك إياها هنا شباب. إذا تلقى him
او اي اذا تلقى him او تلقالي her. بهاي الحالة الهم تحول إلى من؟ الهم تحول إلى هي والهير إلى شي. هسا احنا ايش لقينا هنا؟ هم. إذن الفاعل ايش راح يكون؟ هي. والفعل الماضي هنا ايش راح نسوي؟ النو المن يحول؟ نحول الماضي صير نو بهالشكل هذا. انتهى الجواب مال هذا السؤال. ما أصور به صعوبة. نجي على سؤال ثاني. سؤال ثاني مثلا كان you help علامة استفهام he asked me. سوي ليها reported question. الجواب أول ما تجي تنزل الجملة مال هي asked me. هي asked me. نزل الإف وياها. ليش؟ لأنه عندنا كان ما عندنا كلمة بدايتها WH ونستخدم القانون الأول. لا ما عندنا كلمة هذه يعني بدايتها عفوا فعل مساعد أو أداة سؤال. إحنا عندنا فعل مساعد لذلك راح يكون الجواب مالنا استخدام قانون أبو الإف أو الخاص بالإف. إذن تنزل الإف وراها تنزل الفاعل. الفاعل هنا لقينا يو. قلنا اليو المن يحول؟ ما عندنا لا هم ولا هير. يحول إلى آي. زين وراها الفعل يحول المن إلى الماضي. الكان المن يحول هنا صير كود. كان يحول إلى كود والهلب تنزل صير he asked me if I could help. مثال آخر what will they say. علامة استفهام she asked she asked. هنا نفس الوضعية. أول ما تجي شو تنزل؟ تنزل she asked she asked me. هنا دقيقة عفوا she asked. هنا ما عندنا عندنا أداة سؤال. ما دام أداة سؤال نستخدم القانون الثاني لازم ننزل أداة السؤال. هنا وين أداة السؤال؟ what. she asked what والفاعل ينزل اللي هو they. وورا الفاعل قلنا شو ننزل؟ الفعل الماضي المن للول. الفعل الماضي مالها would أو could. would والsay تنزل. انتهت. طيب الأسئلة الوزارية على هذا الموضوع شلون تكون شباب؟ هذه الأسئلة الوزارية تكون بهالشكل هذا. خلينا نشوفها. عندك سؤال أول I asked Sab how do you start your business. شلون بدأ العمل؟ قلنا أول ما تجي تنزل الجملة مال asked I ask Sab تنزلها وراها تنزل أداة السؤال اللي هي الهاو. وراها تنزل الفاعل. الفاعل هنا شنو اليو يحول قلنا إلى يا أما هي أو شي أو آي. هنا يحول إلى هي لأن عندنا هنا نصاب اسم معناها هي هيز أو هي نزلنا. النوب الفعل الماضي للمن للفعل start. الفعل الماضي مالته شنو started تنزل. اليو صير هيز والبزنس تنزل كما هي. جدا سهل. لطيفة ask زها
When did you decide to be an architect? نفس الوضعية. نزل هذه الجملة أم الأسك نزلناها. هنا بما أنه عندنا أداة سؤال نستخدم القانون الخاص بأداة السؤال اللي هو الوين. نزلنا الوين. وراها الفاعل. الفاعل وين هنا؟ عندنا اليو. اليو لمن يحول؟ يحول إلى شيء. ليش حولنا إلى شيء؟ لأن عندنا هنا زحى. نزلنا الشيء. الفعل الماضي لمن هسه هنا؟ لل ال ال هنا عندنا خطأ يمكن. Did when did you decided to be when she had decided. هنا شباب ال did أصلا هي حالها مباشرة المفروض. When she did decided or when she had decided ها بالتصريف الثالث هنا مسوي عفوا بالماضي التام. الجملة هذه مسويها بالماضي التام لأنه مستخدم الشي ومستخدم مرها الهاد ورها past participle مال decide يصير decided بهالشكل هذا. اللي بعدها will you be able to come to the party I asked ليلى. تنزل I asked ليلى كما هي. زين هنا أنا whether يقصد بها if. هنا whether يقصد بها if. ليش؟ لأن عندنا الول. الول شباب أداة سؤال فعل مساعد هنا تعتبر. نزل الاف نبي نزل الفاعل اللي هو شنو الفاعل هنا قلنا اليو. اليو تنزل كما هي وانما تحول الى اما هي او شي او اي. حول يو الى شي. ليش؟ لانه عندنا هنا ليلى وراها الول تصير ود بالماضي والبي تنزل كما هي الايبل كما هي تو التكمله ما بيها اي مشكله. هذا شباب كل ما يخص موضوع ال reported question. اكو اسئله وزاريه راح احللها وانزلها على شكل تكست نص ان شاء الله اسفل هذا الفيديو. اتمنى لكم موفقين ان شاء الله والنجاح. تحياتي لكم.